8-2. نعم هي النتيجة اللي دمر فيها بايرن ميونخ برشلونة في ربع نهائي الأبطال، مو في البلايستيشن بل على أرض الواقع. أحد نجوم اللقاء كان ألفونسو ديفيس جناح الفريق البافاري في الجهة اليسرى، اللاعب اللي سطر للتاريخ قصة خاصة عنوانها، من مولود في مخيمات اللاجئين إلى قائد ميداني في أعظم الحروب الكروية في العالم. ولد ألفونسو ديفيس في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة أكرا الغانية من والدين ليبريين عانوا الأمرين نتيجة الحرب الأهلية الثانية في ليبيريا، فقرروا الهرب لغانا. قصة معاناة العائلة استمرت حتى بعد ديفيس، فجت لهم الفرصة لما بلغ ديفيس 5 من عمره انهم يهاجروا لكندا، وحصل ديفيس على الجنسية الكندية في يونيو 2017 ومثل المنتخب الكندي تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وبعدها انضم للمنتخب الأول في نفس السنة. وبعد مسيرة بين ناديين كنديين انتقل ديفيس في صيف 2019 لنادي بايرن ميونخ، ومن كان يتوقع ان هذا اللاجئ الليبيري الغاني راح يكون بيوم من الايام قيمة عملاقة في اعظم ملاعب كرة القدم العالمية. ألفونسو في البوندسليغا 2019-2020 شارك في 29 مباراة، صنع 5 أهداف وسجل 3، فضلاً عن 1.3 تمريرة حاسمة له في المباراة. أما ضد فريق برشلونة فرصيده 5 من 5 في المراوغات، 10 من 12 في الحوارات الثنائية وأسست.